انا كنطلب من الناس ديال ميريزكو، من رئيس مصلحه ميريزكو، ما غاديش نقول الوزير حيت الوزير ما كاينش، يدور يشوف ميريزكو. عرفتيش علاش؟ لانه ميريزكو الناس كتموت فيه، الناس تتموت والناس ما كيعرفوش، يقول لك حقا حنا هادشي عندنا عادي. واش انا ديت نسيبتي بيدي رجلها خامجه السبع خامج وتيقول لك سير روندو في 10 ايام؟ هاد السيده واش ما بغاوش مرت في عقلها؟ البارح كنت طلبت الطبيب والسبع تيقطر والصنداله الصنداله خامجه، كتعرفي شنو هي الصنداله خامجه؟ وما كاينش اللي باغي يقرب ليها، وكروسه هضرت عليها ميريزكو كله ما لقيتوش حتى الشمل حي محمدي. كروسه ديال المعاقب باش نديوها، والسيده تنقول لها مريضه عقليا، راه السيده راه غدير شي حاجه في راسها، وتيقول لك سير 10 ايام وجي، سير دير لنا هذا الراديو، سير دير لنا هذا الراديو، والناس يقول لك حقا كورونا ما غنديروش الكراسه، وكاينين دروج مريحه فيهم 400 مرة كتسنى في الراديو. واش هذا حق؟ انا ما كندويش على سيبتي، سيبتي الله يرحمها ممتاز مكتاب ليها تموت، ولكن كندوي على ناس اخرين كيعانيو. حنا مسؤوليه الوفاه تنحملوها الميريزكو، حيت كون شدوا هذيك السيده حديناها المستعجلات في النوبه الاولى، المستعجلات في النوبه الثانيه، المستعجلات في النوبه الثالثه، كنبدلوا الاطباء ربما شي واحد تكون عنده الانسانيه ويكتب لها ايرجو باش تنعس، حيت الا كتب لها ايرجو ونعست غادي يكون واحد الحل. هذيك السيده غتاخذ واحد غتاخذ واحد الامان راه غداور رجلها. علاش؟ حيت مره كتمشي لها الذاكره، مره كترجع ليها، مره كتقول لي يا ولدي داوي لي صبعي، مره كتقول لي يا ولدي راكم غتقتلوني هنايا. دونك ما كاينش الاعتناء تما. هاد الناس انا كنحمل المسؤوليه ديال هاد السيده، هاد السيده اللي ماتت وطاحت من الدوزيام كنحملهم هما المسؤوليه. انسان ما كي انسان هو راه انسان ولكن ما عندوش الانسانيه في دماغه، الانسانيه كاينه في جيبه. عندك الانسانيه، الانسانيه عندك في جيبك. واش راديو دار السيده رجلها خامجه غنقول لها سير من هنا 10 ايام ورجعي، والطبيب هنا في السقه تيقول لها غدا خصك تقطعي الصبع. كيقتل كيقتلني هكا، كيقول لها غدا خصك تقطعي الصبع، وانتوما تيقول لك سير 10 ايام ورجع. والناس ما كينعسوش 24 ساعه على 24 ساعه، بناتها 24 24 هما خدامين. والله يرحمهم. انا وليت خليت خدمتي البارح، خليت خدمتي من الصباح حتى الخمسه ديال العشيه عاد دخل دري الراديو، هذا الراديو اش غيسمعوا فيه؟ ومني دخل الراديو عطاونا ورقه قال لك سير 10 ايام وجي، مني قلنا له 10 ايام وجا الدر السيده مسكينه عاود داخلت في دماغها. دونك ما تقبلاتش هذا الشيء، كتشوف راسها رجلها كتخمج، مره كيرجع لها الوعي كتقول لي ايوب داوي لي رجلي يا ولدي، مره كيمشي لها كتقول لي ايوب راه جيني للحبس، هذا راه الحبس جايبني ليه، وراها عرفتي الا وريتك هذا الشيء ديال الوراق اللي جاي معيد، هاد السكانيرات راه لا اله الا الله. ليريم واش ليريم شحال كيدار؟ ليريم كيدار 6000 درهم 7000 درهم 5000 درهم، وهاد السيده عركاريه، هاد السيده ما عندهاش، وهاد الناس هادو، هاد الناس وهاد الناس ربما انا هاد الناس ما كنعيش معاهم انا في حي محمدي، ولكن هاد الناس هادو ربما ما جابش الخوت ديالو ما عندوش من ياكل، ولكن باش نجيبو السيده ونقول لها سيري ديري سكانير، سيري ديري راديو، ميريزكو اي حيت عندك راميد ميريزكو غتعجلني 3 شهور 4 شهور، هاد الشيء ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم، حسبي الله ونعم الوكيل. وكنتمنى من جميع الحقوقيين اللي في المغرب ينوضوا يدويو على ميريزكو، حيت ميريزكو فيه راكم ناسين الناس ميته فيه، صافي ما كاين لا مرض لا والو، كاين الموت في ميريزكو. يقول لك انا هذا الشيء طير لي راسي، انا ولد السلطان هذا الشيء مفرقع عليا، وخدموا ناس اللي في مستوى، خدموا الناس اللي يعرفوا يتعاملوا مع المريض ويشخصوا ما بين الامراض النفسيه وما بين الامراض العضويه، يعني انسان ضر رجلو ماشي بحال ضر مخو، خصك تعامل ليه مع مخو كيفاش داير، باش تجيب ليا واحد ما تيعرف لا اللي في الزرواطه ويجي يقول لك انا هذا الشيء طالع لي في راسي، اذا هذا الشيء راه اللهم انت ملك. الفقر هو كل شيء، الفقر ساكنه حدانا جارتنا راه حيت الدوارش مقابلين حقا راه ما مزيانش مقابلين الدراري راه شفاره راه ما تيخدموش، علاش ما تيخدموش؟ علاش ما تيخدموش؟ حيت الفقر هاد الكاريان ناسينو ناسينو. المكانسه هادي شنو المكانسه؟ المكانسه اربعه هادي على هاد السيده، هاد السيده هاد السيده هاد السيده مريضه مسكينه، هاد السيده كانت مريضه، هاد السيده كانت مريضه وكتمشي للسبيطار وكيردوها ما كيعطيوهاش الوقت، تا ولات مريضه بالسكر وتزاد عليها المرض، البارح داوها بالليل، اول البارح داوها بالليل وردوها، قالوا لها لا ما يمكنناش نعالجوا هذه السيده حيت حنا ما مسالينش ليها، يعني الوقت ما كيعطوش للناس المرضين، الوقت كيعطوه الناس اللي هما صحاحين فحالهم، هذه السيده البارح ردوها بالليل وباليوم مع 5 الصباح طلعت من السطح بدون شعور، يعني هذه السيده ماشي في الوعي ديالها، ماشي في الوعي ديالها حيت حنا ما عندناش الاطباء وما عندناش القانون وما كاينش اللي غادي يدعمنا وما كاينش اللي غيعاوننا، وعاش سيدنا وعاش سيدنا
غتعالج وما كانتش غتخلي لي دابا. انا بنتها كنجري معاها من نهار الخميس وانا كنجري مع ميتي، رجليها مقطوعي، رجليها غتقطع ليا. مشيت لهذا السقاط صيفطوني عطاني ورقه قال لي سري لميريزكو، ما مشيت لميريزكو قالوا لي لا سري جيبي لنا من الورقه من اخرى من هذا السقاط. مشيت عاوتاني للسقاط قالوا لي سيري بعدا ديري ليها بلاكه، مشيت درت ليها بلاكه حاله رجليها. دابا نوريك التصاور ديالها ولا تشوف فيها وواحد القيح كيهبط من رجليها، وعندها سكر وعندها طونسيو وعندها عرق بوشي لها في الراس. قالوا لي سيري ديري لها التلفازه، ما مشيت ندير لها التلفازه قالوا لي بعدا ديري لها هذا الدم ديال الكلاوي. مشيت درت لها كلاوي على برا جبتها، قدرت لها كروسه من عند عباد الله طلبتها جبتها. السيده عاوتاني قالت لك حقه سيري جيب لي التلفازه، ما قلت لها ما عطيت مشيت ندير الراديو كاع عطوني 10 ايام. علاش عطوني 10 ايام وهاد السيده حالتها وانا كنتعلم؟ انا بس لي الدين ديال الطبان ما جيت حتى ثلاثه الليل يوميا من نهار الخميس، ما كنجي حتى ثلاثه الليل، كنمشي مع 8 الصباح وما كنجي حتى ثلاثه الليل. واش حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، والله ياخذ فيكم الحق. هادشي اللي غنقول للمسؤولين، علاش ميمتي ما يشدوهاش؟ علاش رجليها مكيحه؟ علاش ميمتي كتقول لي راه بنيتي رجليها مكيحه؟ امي مريضه، امي حالتها راه ماشي ديال شي وحده اللي راه عاقل على راسها. انا غاده بها للسبيطار وكتقول لي بنيتي راه غاده بيا الحبس، كنقول لها ميمتي لا راه انا غاده بك للسبيطار. علاش هاد الناس ما يديروش هادشي؟ علاش راجلي راه مريض؟ البارح هو حضر معايا نيت كان باغي يضمو المره الاولى والثانيه. خصو الوقت مزعله في راسها. 5 الصباح ما كنتش معاها لا كاينين، قالت لي غنصلي ونتوضا وفايقين اختي. امي ما طاحتش، امي ما انتحرتش، امي مريضه ولكن ما بغاش يشدوها عليا. طلبت ما باش يداوي وما بغاش يداوي، قال لك سري السبيطارات الصغار، حنا ما كنداويوش الميكروب، لا بغينا نداويو الميكروب سري السبيطارات الصغار الكبار حنا ما كنداويوش. قلت لي مكرطو، قال لك حنا ما عندناش تكراط، حنا كاينين السبيطار الصغيورين. السبيطار الصغير وانا مشيت للسبيطار الصغير صيفطني واختي فين غادي نمشي انا وبنادم ما كيعرفش فين غادي يمشي. الناس طلبت معايا مره ما هي جوج، ومن الخميس يوميا من 8 الصباح حتى 3 الليل. والبارح جبت لك دابا الوراق تشوفيني معاش دخلت لهنايا. انا كنتحمل المسؤوليه ماشي اليوم اليوم حيت ما قدامش القانون، كانوا خداو القانون. امي تيدي زالي رجليها بالكيح واختي انا غنصور لك وتشوفي رجليها دابا جاب الله صورتهم وغادي تشوفي رجليها كيدير الحاجه كيدير بالكيح والكيح خايب. ويوميا وحسبي الله ونعم الوكيل. انا كنت ناعسه مع الوالد ديالي 22 يوم في السبيطار، الحالات كانوا كيموتوا حدايا، الحالات كنت انا كنوض كندير لهم السيروم، انا كنت كنوض نمشي ندق على الاطباء باش ينوضوا يشوفوا المريض، كانوا باش يشوفوا المريض وكانوا كيدوروا فيا، وكنت انا كنمشي كنعلق السيرومات للناس اللي مراضين. انا ماشي طبيبه ماشي حتى شي حاجه، انا فاعله الخير ودابا كنطلبوا بحقوق ديالنا، ما بغيناش هاد الشيء يبقى غادي يزيد لقدام. كنطلبوا بغينا الا كان ديال العظم بغينا الاطباء ديال العظم، كان ديال اي مرض بغينا حنا الاطباء ديالنا، ما بغيناش حنا غير حنا ما بغيناش غير التصاور. انا كنضرني المعدة كنمشي ندق البرا السبيطار وكنموت وتيقولوا لي سيري خلصي، تنمشي نبقى ندور ندور حتى ما كيديها فيا وتنخلص. شوفي اختي فاطمه الزهراء، حنا ما عندناش طب في المغرب، ما عندناش طب. اول حاجه هاد المراه مريضه بالسكر، وحتى الطبيب ديال السكر ما عندناش في المكانسه، الطبيب ديال السكر ما عندناش في المكانسه. اش عندنا؟ عندنا ديال الضرب والجع، كيخافوا من السكر والسمكاره كيخيطوا لهم هما العلاج ديال السكر الطونسيو. انا بعدا ديما شاريه الصداع، ديما كنمشي مشاشعه عليهم. وهاد المراه راه ماتت بالاهمال ديال السبيطار، وداك الشيء اللي كيبين لنا في التلفازه راه عاد تصاور ما كاين والو. والسبيطار تيتحل اول حاجه الطبيب كتوري الراميد كيخسر هو
كتخسر التلفازه كيخسر السبيطار كامل. هاد السيده اختي مريضه فيها السكر وعندها شحال نقول لك مرض نفساني. عندها مرض نفساني، عندها مرض نفساني، والسيده ما عقلوش لها بالحربيه في السبيطار. لا علاقه لا والو. الموت ارحم ليها، الموت كتسر من راسي وجبد. الا كنت انا مريضه بشي مرض انا رفيا السكر غدا نقدر نقول راني غنقول مت. سمعتيني اختي؟ حنا ما عندنا والو. المراه بغات تموت اختارت الموت، حيت الموت هي ارحم ليها. الموت ارحم ليها، حيت في السبيطار كتجي كيخسروا عليها شويه تلان كلو كيقول لها سيري المراه غيخرج لها الدود من رجليها وما عندهاش هي اصلا راها كاريه. بايد بحال هكا الله يرحم لك الوالدين. شكون هو خدام التخطيط ديال القلب؟ واحد الخليط طلع طلبتو قلت له فين هذا الشيء؟ فين هذا الشيء؟ في الميريزكو. قال لي ما كنداويش الميكروب هنايا، الميكروب كيمشي للسبيطار الصغار. السبيطار ديال المخزن، ديال السبيطار ديال المخزن. شو كان 10 ايام هذا رجعوا قال لي حشومه عليك انا نداويها. عاد هو ولا فاطمه وصيفطوا لي ستاجير هو اللي بقات فيه وداوى ليها بزز. وحسبي الله ونعم الوكيل. الطبيب ما بغاش يداوى ليها بسكريتو، ما بغاش يداوى ولا حلوا الورقه. هاد السيده راه ماتت بسبب الاهمال ديال الميريزكو. السيدة ماشي جات وتلاحت راسها من الدوزيام، ما كاينش شي واحد أي واحد يقول لها. لقات الإهمال علاش تلاحت صاحب الله؟ لقات الإهمال في الطبة. واش طا واش با واش السبيطار ديال الحومة غيداوي مرة غتطلق بها؟ لا إله إلا محمد رسول الله. مشاهدي قناة شوف تي في غنختم معكم هذا المباشر. للأسف الشديد فضيحة أخرى من فضائح قطاع الصحة. هذا القطاع للأسف الشديد ما عرفناش شنو هو الحل ديالو. العديد من المواطنين كيموتوا كل نهار بالإهمال. شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر.